الدستور الجديد المجتمع المدني أعطي له وجود دستوري هام، يعني أصبح من السلطات سلطة اقتراحية. فهذه مبادرة من المجتمع المدني كاقتراحات في نطاق الرأسمالية المادية المغربي، قام بهذه المبادرة مع شراكة مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الرقمي. الهدف منها هو وضع بعض الرموز للرأسمالية المادية المغربي، لأن الرأسمالية المادية المغربي غني وغني جدا، فصعب أن نحصره في ندوة، صعب. فهي رموز لبعض لوحات أو اشتراكات من الرأسمال المادي المغربي ليكونوا عنصر مهم في الرأسمال المادي. يعني المغرب والحمد لله على الصعيد الدولي له رأسمال لامادي مغربي مهم ورأسمال مادي كبير، وعنده اطمئنان وعنده استقرار وعنده الحمد لله عدالة مستقلة، وعنده في نفس الوقت استقرار سياسي. فهذا كله من المعطيات التي تحفز الاستثمار في المغرب.